السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتكلم مع بعض عن الفايف دي في البيم. الفايف دي هو عبارة عن تقدير التكلفة بشكل قوي جدا، مش مجرد معرفة عدد العناصر، لا، معرفة العنصر ده هيتكلف كام. مش مجرد بس بنقول ان الباب تكلفته كام، لا، الباب تركيب الباب ووجود الباب هيكلفني قد ايه، من صناعية، من ممكن يكون في مقاول، من الباطن، ممكن يكون في ادوات بتساعد في تركيبه زي المسامير زي الحلقان، الحاجات دي كلها هتكلف كلها كام. هنشوف فيديو جميل جدا بيربط بين الفور دي والفايف دي، هيوضح لنا ان انا اقدر اعرف التكلفة في اي مرحلة من مراحل المشروع، ولو عملت اي تعديلات بيطلع في نفس الوقت تكلفة المشروع، وبيبقى عندي معلومات كاملة لو حصل اي تعديلات في التصميم، برضو بيبقى عندي المعلومات الكافية كده. ده بيتكلم هو في الفور دي ان الحاجة بتتبني، وفي نفس الوقت عندي انا المعلومات بتعملها ابديتد ان لحد المرحلة دي هيكلفني كام، لحد المرحلة دي هيكلفني كام. زي ما انت شايف كل شوية في عنصر من العناصر بيبدأ يظهر، زي ما تكون انت قاعد في الموقع والعناصر دي بتظهر قدامك، برضو على الكمبيوتر بتبدأ تظهر واحدة واحدة، فبقدر اتخيل شكل المبنى هيبقى عامل ازاي، او في نوع من انواع الاخطاء اثناء الجدول الزمني، فببدأ اشوف هل في اعمال متكررة في نفس الوقت، او هل في وقت مثلا ما فيهوش اعمال، فبيبدأ يظهر المبنى واحدة واحدة معاك. وطول الوقت بيطلع لك التكلفة قد ايه لغاية دلوقتي، التكلفة لغاية دلوقتي قد ايه، التكلفة بتعمل لها updated. بيبقى فكرة ال 5D ان انا اقدر اتحكم في التكلفة ويبقى عندي المعلومات الكاملة، ولو المدير مثلا عايز يعرف طب انا لحد شهر كذا محتاج فلوس قد ايه تبقى موجودة، ما فيش وقت بيضيع كتير في موضوع التكلفة، لان دي جداول تبقى جاهزة، معمولة جاهزة، عملتها في مشروع قبل كده وبتاخدها من مكان لمكان، وبيبقى سهل جدا ان انت تعمل حصر. وعلى فكرة الفايف دي تقدر تحصر في حاجات من الاوتوكاد، تقدر تحصر منه حاجات من البي دي اف، بس طبعا لما بيكون موديل معمول بالبيم بيكون اسهل بكتير، بيكون عنده المعلومات جاهزة، مجرد بس بتقول له ابدأ الحصر فبينطلق. من اشهر السوفت وير نفس وركس مانج والفيكو والاي تي دبليو او والديزاين اي استيميتور، ودي من اهم السوفت وير، انما في سوفت وير كتير بيشتغل في الموضوع دوت، واغلب برامج الحصر القديمة لما بيتعمل لها ابديت بيبدأ يدخل موضوع البيم فيه، بتلاقي فيه ان هو يقدر يفهم البيم وبيقدر يفهم الموديل اللي جاي من البرامج البيم.